في زمن الحروب والصراعات تتعدد أشكال المعاناة الإنسانية ويكثر ضحاياها أيضا، وفي اليمن تتجلى الصورة أكثر على الفئات الأشد فقرا في المجتمع. هنا في مديرية عسيلان بشبوة تتحدث المأساة عن نفسها، حيث تعيش بعض الأسر النازحة من خارج المحافظة أوضاعا صعبة. جينا نازحين، ننزح من بلاد لبلاد، من بلاد لبلاد، من بلاد لبلاد، خليها على الله. نزحوا من محافظة أبين أثناء سيطرة مسلحي القاعدة عليها قبل أكثر من 3 أعوام، لكن لم تستغربهم الحال في شبوة بعد اندلاع حرب الميليشيا الانقلابية، وها هم اليوم يواجهون مصيرهم على أطراف مديرية عسيلان. والله يا أخي احنا نازحين من أبين وكل ما جت من تعويضات يعني ما نشوف منها أي حاجة، ما نسمع بلا سمع فقط، إن كانت توصل عندنا والله ما صل عندنا أي حاجة. في الظروف الطبيعية يعيش هؤلاء على هامش الحياة دون أن يلتفت لمعاناتهم أحد، ومن الطبيعي أن يكونوا الأكثر تضررا في زمن الحرب، خصوصا مع غياب الرعاية الصحية وقلائل المعيشة وعدم حصولهم على أبسط متطلبات العيش الكريم. يعانون من شح الإمكانيات، لا توجد لديهم المواد الأساسية، لا توجد لديهم الخيام، لا توجد لديهم المؤن الضرورية للمعيشة. هكذا إذن هي الحرب، فمن لم يمت بنيرانها عاش حياة بائسة مشردا لا يعلم ما الذي تخبئ له الأيام، كما هو الحال الذي آلت إليه هذه الأسر. إبراهيم حيدر، قناة بلقيس، شبوة.